السلام عليكم طلاب الأعزاء، اليوم محاضرتنا هي بالسيشن 1 لسيمستر 2 اللي هو بيزك هيستولوجي. محاضرتنا هي براكتيك لمحاضرتين النظري، أيضا نعتمد بها على الريفرنس اللي معتمد أساسا عليه بمادة النظري اللي هو واللي اصلا انتم اعتمدتوا عليه ايضا بالسمستر 1 اللي هو جينكيرا 13 اديشن واللي هو يتخصص بالبيزك هيستولوجي، وايضا اطلس اسمه كاترين ايضا هذا ممكن اعتماده لملاحظة الصور والتأكيد على المعلومات الموجودة او اللي يحتويها. بس اصلا هو جينكيرا حتى ان شاء الله في السنة المقبلة المرحلة الثانية راح تاخذون بمقرر اسمه سيستميك هيستولوجي، ايضا يتناول بالمعلومات اللي خاصة بيزك اند سيستميك هيستولوجي. ناخذ الكلاسيفيكيشن اوف تشو، الكلاسيفيكيشن اوف تشو تناولها دكتور بشار بمحاضرته النظرية واللي ايضا قسمها الى four principal type of tissue. Number one, epithelial tissue, اللي هي أساسا the function of this tissue covering and lining and include gland. Number two, connective tissue, the function of these tissue protect and supports, bind organs together, stores energy and provide immunity. Number three, muscular tissue, the function of this tissue movement. Number four, nervous tissue, the function transmit impulses that coordinated body activities. These four type of tissue, these four types of tissue consist of all tissue of the body. Epithelial tissue. The epithelium or called epithelium, epithelial tissue or equal epithelium. The epithelium, there are sheets of continuous cells that cover surface or line cavities of the body and are the major tissue of a gland. يعني consist of the major tissue of a gland. إذن الconnective epithelia هي أولا covering of the epithelia، وهاي الصورة اللي أمامكم تشوفوها، وضروري إحنا راح نتحدث بالعربي على موضوع الصور، يعني الشرح اللي يتعلق بالصور لأنه طالبنا يحتاج، طلاب الأعزاء تحتاجون توضيح بهذه الأمور، خاصة أنتم ما أخذتها سابقا مثل ما أخذناها بالسيتولوجي المعلومات. فالصورة اللي أمامنا هي تمثل نمبر 1 كفرنج إبيثيريوم اللي هو مثل عليه السكن يعني الجلد، وهاي هي الإبيثيريوم، هاي اللي أمامك هي الإبيثيريوم. نوعيتها ستراتيفايد سكويموس إبيثيريوم، نوعيتها ستراتيفايد سكويموس إبيثيريوم من يعني محددة من اللاير اللي هي ماخذة لون دارك، هاي اللاير اللي ماخذة لون دارك عن اللي تحتها، هاي اللي تحتها كونكتيف تيشو أيضا راح نتناولها، دكتور رجاء راح تتخصص بالكونكتيف تيشو وتتناوله وياكم. فالإبيثيريوم اللي ستراتيفايد سكويموس إبيثيريا هي اللي تتمثل 5 إلى 6 طبقات مغطاة بالكيراتين، هذه وظيفتها تغطي الجلد، تغطي الجلد اللي يشكل الجلد اللي هي تغطي الجسم، ومثل على هذا النوع من الإبيثيليوم اللي وظيفته covering epithelium. عندنا الإبيثيليوم الوظيفة الثانية إلها هي lining epithelium. lining epithelium مثل عليها ماخذين التراكي، ماخذين التراكي يعني الرغامة بالجهاز التنفسي، هاي أيضا المنطقة هي اللي تمثل لنا فقط من حدودها إلى فوق، هاي اللي تمثل بمسافة 3 سنتيم حسب نظرك، هاي اللي تحت هي كونكتيف تشو، يعني نوع آخر من الإبيثيليوم، نوع آخر من التشو عفوا. ف
فهذا النوع اللي هو السيدو ستراتيفايد ايثيريوم. سيدو ستراتيفايد ايثيريوم هو مثل على اللايننج ايثيريوم اللي هو يمثل التجاويف الداخليه الانر كافيتيز اوف ذا بودي، التجاويف الداخليه بالجسم، وايضا بالدايجستيف سيستم نشوفه، باليورينري سيستم نشوفه، يعني شكو تجويف داخل، حتى البيريتون، حتى البلورا الموجودة بالتشيست. شعدي آني بيريتون، شعدي آني كافيتيز داخل الجسم، ألاحظ بها وجود هذا النوع من الإبثيليا اللي بطنة، هو يسموها اللاينينج إبثيليام. الجلاندولار إبثيليام، الجلاندولار إبثيليام، هذه الستركتشر اللي تشوفوا أمامكم هو الجلاندولار ايبيثيليوم، يعني هذه الاسيناي، هاي كل وحده من عندها نسميها حويصله، هاي الاسيناي، هاي الداكت، هاي قناه، هو اصلا اللي امامي سليفري جلاند، هاي سليفري جلاند، ونوعيتها ثلاث انواع من سليفري راح نتطرق لها ان شاء الله بالجلاندولار ايبيثيليوم. ايضا نوع ثالث من الايبيثيليوم يسموها الجلاندولار ايبيثيليوم، مثل عليها سليفري جلاند، سليفري جلاند يعني الغدد اللعابية، وأيضا أنواع أخرى من الجلاندات موجودة بالجسم. عموما المحتوى أو البرانكايم مال هاي الجلاند، المين ستركتشر أوف ذيس جلاند هي كونسيست أوف ذا جلاندولار إبيثيليوم، راح ناخذ بها تفاصيل إن شاء الله بالجلاندولار إبيثيليوم. أيضا نستمر إلى classification of the epithelium according to، راح يتقسم according to، شلون انا اعطيت تصنيف لهاي الابيثيليوم، according to the number of cell، number of cell الى simple epithelium number 1 اللي هي consist of one layer where diffusion, filtration, secretion and absorption occur. number 2 stratified epithelium اللي هي consist of several layers، الفانكشن protect underlining tissue from wear. And the two type of classification of the epithelium according to the shape of superficial cells، two إلى squamous يعني شكل superficial cell على شكل حرشفي، كوبويدال مكعبة أور كولومينال، ورح ناخذ أيضا هذه التصنيفات بتفاصيلها. عندي سؤال لكم من بعد ما خدنا وتطرقنا، ومادة النظري أيضا طرقها دكتور بشار، إلى What's the meaning of the endothelium, mesothelium, urothelium. أنا عندي ثلاث مصطلحات، endothelium ومصطلح الميزوثيليوم and urothelium. أنا عرفت، أريد أعرف تفاصيلها، مثلا الإندوثيليوم شنو، الميزوثيليوم شنو، واليوروثيليوم شنو، الإندوثيليوم وين موجودة، الميزوثيليوم وين موجودة، واليوروثيليوم وين موجودة. هذا السؤال راح أتركه لكم وتجاوبوني عليه بالكلاس روم، نتناقش بي أو على الزوم، شو أنتوا تختارون. الأوبجكت الآخر، What are the types of simple epithelium؟ Simple epithelium tissues are classified according to the shape of individual cell into simple squamous epithelium، هاي أمامكم simple squamous epithelium يعني superficial layer، وهي أصلاً متكونة من one layer، one layer وسوبرفيشال، او ذيس لاير يكون شكلها شيب از سيكويمس حرشوفيه. سمبل كوبويدال ايثيريوم سيلز اوف ذيس سيلز هي شيب اوف ذيس سيلز كيوبيك لايك كونتين وذ ذا نيوكليوس ان ذا سنتر راوند اوف ذيس نيوكليوس، يعني ذيس سيلز هاف the nucleus large in size، the position of this nucleus in center and round in shape. Simple columnar epithelium
these cells elongated have elongated in dark nucleus near the base, near the base and the superficial or apical type, apical part of these cells have specialized structures of these cells, such as cilia, villi, sterocilia, any structures. Pseudo, type 4, pseudo-stratified columnar epithelium, pseudo-stratified, these structures represented the pseudo-stratified columnar epithelium consist one layer of cell. The apical surface of these cells have specialized structures, اللي هي cilia. But consist of different shape of cells. يعني شنو؟ يعني عندي basal shape, basal cell موجودة بالقاعدة شكلها cuboidal بتكون short, أعلى من عدها تكون خلايا elongated خلايا شكلها تكون يعني على شكل تيوب أو على شكل قضيب يعني رود لايك. واختلاف يعني these type of cell of epithelium called pseudo-stratified columnar epithelium because appear of these cells as consist different layer but in fact consist of one layer but different in shape of this layer and different level of this nucleus appear as stratified. يعني consist different different or more than one layer of these cells. ورح نتطرق لها أيضا بتفاصيلها. نبلش بالأول نوع اللي هو synthetic squamous epithelium. أيضا نعرف the characteristic features of these cells. Characteristic features of these cells consist one layer of flat shaped cells. يعني one cells of this layer is flat shaped cells. Lying bodies, cavities, هذا الفانكشن مالته, and the blood vessels. For example, when موجودة هذا type of this epithelium. For example, in Bowman capsule. Endothelial lining of blood vessels, lymph vessels, and mesothelium of pleural and peritoneal cavity. Function. Selective lubricated barrier that allows movement and diffusion. For example, exchange of gases, nutrient, weight. يعني الاكستينج اوف gases وين يصير؟ هو اصلا الاكستينج اوف gases مو نشوفه باللنج. نعم باللنج نشوفه. نيوتريانت وين نشوفه؟ نيوتريانت وين يصير النيوتريانت؟ يعني absorb of this nucleus بال small intestine, rid of the waste بال all او بال all type of the system in body. ف simple squamous epithelium هاي الشكل مالتها, وجودها وين موجودة, ومطلوبات من عندك, والfunction of these type of the epithelium أيضا مطلوب من عندك بتفاصيله. السلايد الآخر اللي هو أيضا دا يبين لي يسولف, احنا قلنا موجودة بالبومان كابسولز, قال مثل عليها وين موجودة, present of this simple type of the epithelia بالبومان كابسولز. البومان كابسولز كودا نعرف شنو البومان كابسول. البومان كابسولز found in the kidney consist of يعني found البومان كابسولز هو type, هذه هي البومان كابسول, هاي هي البومان كابسول, هذا الخط الأحمر الرقيق, هاي جلوميولار كلها الحمراء, هذه الجلوميولار الحمراء هاي تمثل لي الجلوميولار يعني الكبيبة, مبطنة بدبل وول اوف كبسول محفظة اللي هي يسموها البومان كبسولز. البومان كبسولز هي اللي تتكون من سمبل كولومينار, من سمبل سكويموس ابيثيليا.
فوين موجودة هاي البومان كبسولز؟ يقول بالكيدني consists of the outer cortex and inner medulla. In the cortex there are round structures called the glomeruli, هاي اللي أمامي الجلوميريال, which are surrounded by the double wall of the epithelium called the Bowman capsules. Called the Bowman capsules. هذه الستركتشرز اللي أمامك اللي ده شوفه هو عبارة عن النفرون. النفرون اللي هو consist of الجلوميريولاي, proximal convoluted tubules, thin loop of Henle's, distal convoluted tubules, and the collecting tubules. The collecting not part of the nephron. The nephron consists only from glomerular, proximal, distal, loop of Henle's only. هذه الصورة اللي أمامك كده شوفها صورة تشريحية حتى من أنزل وأشرح لك على الصورة النسيجية أنت عندك علم عندك تصور وين قاعدة هذه الصورة اللي أنت تشوفها نسيجيا. فهذه الستركتشر أو الوصف إلى تشريحي للإطلاع لك. إحنا راح نأخذ بالصف ثاني يورينري سيستم نحكي كل تفاصيل هذه اللي الكورتكس يعني القشرة مالت الكدني والمدلة مالت كل تفاصيلها. إحنا اللي نريده هسه أنا من عندك تندل وين موجودة البومان كبسولز تقول لي بالكورتكس موجودة مالت الكدني بالكورتكس أوف كدني. هسه راح أبين لك هذه الصورة حتى من أجي أشرح هاي الصورة أنت عندك تصور لأن عندك صورة سابقة بينت لك وين موجود هذا الشكل اللي دشوفه أمامك. هذا الشكل اللي دشوفه هذا هو رينال كورتكس أو الكورتكس أوف كدني يعني قشرة الكلية موجودة بها هذه اللطخات هاي البيتش اللي موجودة بالكورتكس. هي كل واحدة من عندها تمثل represented of the glomerular glomeruli جمع glomerular و surrounded by the thin layer of double wall طبعا of simple squamous epithelium اللي هي أمامك هذه اللي هي مؤشرة بالأرو هذا الأزرق دي أشر لك على هذا الخط اللي دشوفه أمامك أنت. هذا الخط اللي دشوفه هو simple squamous epithelium هذا هو simple squamous هاي glomerular اللي هي tough of capillary هاي الجلوميرولار. هذا السبيس اللي بيناتها يورينري سبيس. اسا احنا مو شغلنا هنا ارد ابين لك اقول لك وين تشوف وش تشوف اللي هو سمبل سكويموس ابيثيليوم. تشوف ذول النقاط هذول النقاط اللي او الخلايا الفلات الالونجيتد والفلات السود اللي مثل السبحه جايه مشلبه مثل السنسله مشلبه بها او ممتده على هذا الخط الازرق اللي هو هذا الخط هو البومان كبسول هو البومان كبسول ماشي سمبل سكويموس ابيثيليا. طبعا هاي البارايتال لاير اوف بومان كبسول انا ما اريد اتعبك اللي اريدك تعرف انه هو عباره عن سمبل سكويموس سيلز سمبل سكويموس ابيثيليام سمبل سكويموس ابيثيليام. كل شيء ما اريد منك تعرف غير انه هو عباره عن سمبل سكويموس ابيثيليام هاي اللي امامك سمبل سكويموس ابيثيليام consist of the Bowman capsule مثل على simple squamous يجيك تأشير يعني أجيب لك هاي الجلوميرولار وأأشر لك هذا إذا أريد أمتحنك بالعملي بالذات أأشر لك أقول لك أكتب هنا أي أقول لك شنو هو هذا الأي بي هذه مثلا أأشر عليها تقول لي هاي جلوميرولاي هاي جلوميرولاي وين موجودة بالكورتكس أوف كدني شنو هذا الأرو تقول لي هذا هو simple squamous epithelium simple squamous ابيثيليا او البومان كبسول او البومان كبسول هذا اللي راح يجيك بهالطريقه فاريدك تعرف هاي التفاصيل. نجي الى سمبل كوبايدال ابيثيليوم. طبعا سمبل كوبايدال ابيثيليوم كونسيست اوف سنجل لير ايضا اوف كيوبيك شيب سيل ايتش سيل هاز اسفيريكال اور راوند نيوكليوس ان ذا سنتر البوزيشن مهم مع النيوكليوس موجوده بالمركز. It is adapted for the secretion and absorption. وظيفتها secretion والabsorption. وين موجودة اللوكيشن مالتها or position of this type of epithelium موجودة بالkidney tubules. موجودة بالsalivary duct. موجودة بالpancreatic duct. liver, thyroid gland, memory gland. وهذا هو الماخذ أمامك هو عبارة عن simple cuboidal epithelium with the round nucleus هاي اللون الدارك ماخذه بنفسجي دارك هاي هي النيوكليوس
وهاي هي السيال اللي لونها وردي فاتح، هاي السيال اللي لونها وردي اللي كيوبيك ان شيب سمبل كولومينار. ابيثيليا موجوده محاطه ومبطنه يعني مستنده ريستنج اون ذا بيزمنت ممبرين. يقول هاي الخلايا هي سيميلر ان سيم فانكشن، مشتركه بوظيفه او شيرنج ان ذا سيم فانكشن، تشترك بوظيفه واحده اللي هي يا اما سكريشن او ابزوربشن، وموجود بها ريستنج اون ذا بيزمنت ممبرين، مستنده على بيزمنت ممبرين، وتحت البيزمنت ممبرين لامينك بروباريا وحاوية على بلاد بزز. أنا أريد تقول لي هي عبارة عن خلايا متحدة بالوظيفة أو مشابهة مشتركة بوظيفة واحدة يا إما سكريشن أو أبزوربشن وموجودة، وهذا الكلام ينطبق أيضا على السيمبل سكويماس، ينطبق على الكولومينار، ينطبق على السيدو، ينطبق على كل أنواع الإبيثيليا مستندة عليها، وشكلها كيوبيك with the nucleus all of the cells have a nucleus in the center round in shape. ايضا وين موجوده؟ موجوده بالثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند هاي امامك طالب، الثايرويد جلاند امامك دشوفها، فوقها اللارينكس، تحتها التراكيا، وراها التراكيا، هي امام التراكيا. الثايرويد جلاند هي located in the cervical region، يعني في المنطقه العنقيه. Interior to the larynx consists of two lobes united by the isthmus. هذا الوصف تشريحي، أنا شغل دكتور أسعد هنا، أنا أريد بس أدليك، يعني هاي الصورة خليناها حتى ندليك طالب، حتى تندل من تجي وأشرح لك تفاصيل الأنسجة تندلها، لأن بالمحاضرة اللي راح أنزل لك إياها النظري أقول لك شنو العلاقة بين الأناتومي والفيسيولوجي والباثولوجي والهيستولوجي، شنو علاقته بهذا العلوم. فالثايرويد هاي كبرناها، يعني أخذ كروس سكشن بيها، شافه أنه تتكون من أسناي أو دكت، كل دكت هي مبطنة lined by the simple cuboidal epithelia، lined by the simple cuboidal epithelia أو يسموها الفوليكلز هنا، يسموها الجريبات، هي مبطنة بالsimple cuboidal epithelia resting on the basement membrane. All cells have a nucleus in the center round in shape. عفواً هذه كبر لي هذه الصورة، كبرها بين الفوليكل الوحدة الجريبة الوحدة للثايرويد اللي هي أيضاً كوبويدال in shape with large nucleus in the center وراوند in shape، هاي مواصفاتها، resting on the basement membrane، resting on the basement membrane. Simple columnar epithelia. Simple columnar epithelia here comes into two types: non-cellated simple columnar epithelium, cellated simple columnar epithelium. In non-cellated simple columnar epithelia, single layer of the non-cellated ranticular epithelia also function in secretion and absorption. Specialized cells containing microvilli performing absorption, goblet cells created mucus located in the stomach and intestine. شفت همنا من هذا الحكي اللي امامك، يقول اكو نوع من الخلايا العموديه السمبل ايضا بسيطه عموديه، هاي الابيثيليا وظيفتها يا اما سكريشن او ابزوربشن، موجوده بشكل يعني السوبرفيشال او سبيشلايز سيلز، يعني سوبر يعني هاي الابيكال سيرفيس اوف ذي سيلز يحتوي على مايكروفيلا زغيبات، زغابات صغيرة أو زغيبات مايكروفيلاي، هاي وظيفتها الأبزوربشن، وظيفتها الأبزوربشن. فنشوفها وين؟ بالإنتستين، شوفها بالإنتستين. وأيضا الجوبلت سيل سكريت هنا ميوكس، أيضا مثل على نون سيليتيد سيمبل كولومينار إبيثيليا. سيليتيد سيمبل كولومينار إبيثيليا هي أيضا سينجل لاير أوف رانتيجولا سيلز الفانكشن in movement located in movement هي located in oviduct seminal vesicles and ependymal canal. الoviduct موجودة بالreproductive system female reproductive system، seminal vesicle موجودة بالmale reproductive system، الependymal canal هاي موجودة بالbrain، موجودة بالspinal cord عفوا، موجودة تبطن القناة الرئيسية للسباينال كورد، يعني بالنيرف سيستم، وأيضا راح تأخذوها مع دكتورة رجاء وتقول لكم تفاصيلها.
هذه الصورة اللي أمامك اللي ده أشوفها هي جوجنا، هي جوجنا، هاي هي جوجما، جنا جوجنا، هاي الليارات اللي ده أشوفوها أمامك، والخط هذا الدائري اللي ده أشوفه أمام، هاي هي الفيلاي، فوقها الفيلاي بعد مايكرو فيلاي اللي هي كل فيلاي كونسيست أوف سيمبل، يعني سيمبل كولومينار إبيثيليا، الفيلاي سيمبل كولومينار إبيثيليا، كل خلية من الفيلاي، يعني كل الفيلاي هي كونسيست اوف سمبل كولومينار اريثيليا، كل وحده من هاي الخليه حاويه على مايكرو فيلاي، حاويه ايضا على بعد سايتوبلازميك بروسيس، امتدادات سايتوبلازميه تمثل المايكرو فيلاي حتى تزيد بعمليه الابزوربشن، حتى تزيد بعمليه الابزوربشن. هذه هي ال البليكي سيركولاريس، البليكي سيركولاريس consist of multi يعني فيلاي، أكثر من فيلاي أو more number of one number، يعني more number of the villa، والفيلاي تتكون أيضا من multi يعني simple columnar epithelia من الأخير. ماشي، هاي أيضا تفاصيل البليكي سيركولاريس والميكوزا وصبي ميكوزا وماسكولار سكستين، أنا احنا في تفاصيلها بالسيستميك أيضا. هاي صورة أيضا توضيحية لك للفيلاس، هذه هي الفيلاس، الفيلاي الوحدة، هاي الفيلاي الوحدة، يعني هاي الصورة هاي بليكي سيركولاريس أكثر من فيلاي، هنا سوى هاي الصورة، هاي أخذ فيلاي من ذني، أخذ وحدة أو مو وحدة، وحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة فيلاي، فالوحدة هي جمع الفيلاس، جمع الفيلاي جمع فيلاس، فهاي الفيلاي، هاي الفيلاي مبطنة lining by the simple columnar epithelia، lining by the simple columnar epithelia non-cellated، غير مهدبة، non-cellated. The nucleus موجودة elongated، تشوفون موجودة بال near of the base، قريب القاعدة elongated، هذا السيتوبلازم الخلايا. أيضا هذه تمثل لك صورة أوضح للفيلاي، للفيلاي هاي أيضا فيلاس، هاي فيلاس بس طبعا special type of specialistين، هاي الفيلاس، هاي الفيلاس، هاي core of the villus، أو يعني core of the connective tissue، lining، lining، شوف lining مو covering، lining of the simple columnar epithelia، شوف هاي خلايا عمودية بسيطة مكونة من النيوكليوس، النيوكليوس هاي لونها الأزرق، النيوكليوس المصفطة مثل العسكر، مثل الصف الواحد من النيوكليوس، وهاي النيوكليوس تكون elongated وبالقاعدة، هاي هي الكاركترستيك فيتشرز of the simple columnar epithelia. سألك أقول لك شنو الكاركترستيك فيتشرز of the simple columnar epithelia وننسلاتد، يقول لي حاوية على مكونة من يعني consist of simple columnar epithelia، each of the cells، كل واحدة من هاي cells has elongated nucleus near in the، يعني شكلها متطاول والموقع مالتها location or position تقول لي near in the base، قريب القاعدة. هاي الدائرية تشوفوها أمامكم، هاي الدائرية تشوفوها، هاي goblet cell، هاي goblet cell، هاي الجوبلت هي هاي السمبل كولومينر مثل على السكريتينج الابزوربشن، عفوا الجوبلت مثل على السكريشن، واللي هنا ماخذه بهاي الصبغه اللي امامك، هاي هيماتوكسين ايزين، هاي صبغه سبيشالستين هنا، ما اريد ادوخك بالانواع، بس هذه هي البي اي اس او اللي تطلع لي الجوبلت سيل لون الاحمر، الجوبلت سيل لونها الاحمر، وهاي الخلايا المصفطة اللي هي حاوية عن نيوكليس اللونجيتد قريبة قاعدة هي سمبل كولومينر. أيضا هنا تبين الخلية بتفاصيلها، هي يعني ملتي تايب أوف ذا كولومينر سيلز ريستينج أون ذا بيزمنت ممبرين هاف نيوكليس، أو إيتش سيل هاز نيوكليس اللونجيتد نير ذا بيز، والأبيكال سيرفيس أوف إيتش سيلز، الأبيكال سيرفيس أوف إيتش سيلز هاف مايكرو فيلاي، كل واحدة من عندها حاوية على سيتوبلازميك بروسيس اللي هي المايكرو فيلاي. النوع الأخير اللي هي واللي هو سيدو ستراتيفاي سيليتد كولومينار إيريتيليا، the nuclei are at different levels، شوف هنا النيوكلياي different levels giving the false impression of several layer of cells، in fact all the cell touch
the basement membrane or resting on the basement membrane, but not all reach to the surface. Okay, فهمتوني؟ يعني هي تتكون من نوع واحد layer وحدة من الخلايا لكن مختلفة بالشكل هذا الخلايا، فتنطي وكل خلية لها نوع لها يعني نيوكليوس خاصة بها. هذه النيوكليوس راح تاخذ different level فتنطي انطباع انه هذا الامبريجن الانطباع اللي انطته several layer of cells، بس بالحقيقة بالانفاكت لا، هي كل هذه الخلايا تتشلب touch or resting تستقر على نفس البيزمنت ممبرين، لكن مو كلها توصل للسطح، مو كلها توصل للسطح، فينطي انطباع انه يسموها سيدو ستراتيفايد يعني زين، يسموها سيدو ستراتيفايد. لايننج للابر ريسبيراتوري تراكت اللي هو من النوز، نوزوفارينكس، تراكيا، برونكاي اند برونكيول اند ان ذا سام تايم كولد ريسبيراتوري اريتيريا. ناقها تسميه خاصه وراح ناخذها بالريسبيراتوري سيستم ونقول لك تفاصيلها، ما ادوخك بس اريدك تعرف لي الكاركترستيك فيتشرز، تقول لي والله هي هيك اختلفت متكونه من لاير وحده لكن اختلفت يعني اشكال مختلفه من الانويه من الخلايا لها بوزيشن، كل خليه من النيوكليوس مالتها اختلف في الليفل مالت النيوكليوس، اعطت انطباع انه هي مختلفه باللايرات لكن هي بلاير وحده. ليش؟ لان تستند على بيزمنت منبرين كلها بس ما توصل للسطح كلها، هذا اللي اريده منك. مو بهذا، وين موجوده؟ بال الابر ريسبيراتوري تراكت. شنو التسميه الثانيه الهاي الابيثيليا سيدو ستراتيفايد سيليتد كولومينار ابيثيليا؟ تقول لي اسمها ريسبيراتوري ابيثيليوم لان مخصص وجودها بالنوز للنوزوفيرنس للتراكي للبرونكاي للبرونكيول في كل الريسبيراتوري متخصصه يعني فانكشن بيكوز ها سيلي اند جو سيلز فانكشن السكريشن اند موفمنت. هاي التراكيا احنا اعطاني صورة نسيجية للتراكيا حتى اصير قريبة الك وما تروح من تشوف هاي الكلمات الهواية نبينك اياها. تراكيا اتش اند اي هي الهيماتوكسينين اتش اند ايوزين، هيماتوكسينين اند ايوزين، والريسبيراتوري ابيثيليوم او سيدو ستراتيفايد ابيثيليوم. عافية ريسبيراتوري ابيثيليوم او سيدو ستراتيفايد ابيثيليوم، مع اجيب لك شنو هي الريسبيراتوري ابيثيليوم كود انت صارت عندك معرفه بيها تقول لي هي سيدو ستراتيفايد ابيثيليوم، ايضا لها تسميه ثانيه يعني. وين موجوده؟ بالتراكيا. هاي التراكيا، التراكيا يقول مقسميها نسيجيا الى سابيميكوزا و ال ماسكولار سرايا او فايبروكارتيليج بالريسبيراتوري، فايبروكارتيليج لاير لانه مكونه من فايبر وكارتيليج، اخر شيء بيريكوندريا مبطنه بالبريتون لان كارتيليج هنا. انا مو هاي اموري، ما اريد تعرفها هذه، انا ما اريدك تعرفها هسه لان عندك قلت لك سيستميك هيستولوجيكال سيستميك هيستولوجي بالثاني تعرف كل تفاصيله واطلبها منك، اريدك تعرف لي هاي المنطقه بس طلاب، بس هاي اللي اداء الشر هذا واضح عندك الماوس، هاي اللي اريدها اني، اريد تعرف لي هذه الابيثيليا من هنا الى هنا، هاي الابيثيليا اللي موجوده تمثل لك الميكوزا بالتراكيا، هي هاي متكونه من ديفرنت shape of cells بس من نوع واحد من layer واحدة من الخلايا مستندة على basement membrane، فيجيك التأشير هنا تقول لي هاي pseudo stratified columnar epithelia cellated or respiratory epithelium أيضا صحيح. هذه هنا صورة كبرها عندك كلش وطلعت كلش حلوة، هذه هي الخلايا، عندي خلايا قاعدية، هذه الخلية القاعدية، هذه الخلايا القاعدية شكلها كوبويدا والنيوكليوس كبيرة موجودة بالسنتار. غوبلت سيل شكلها كأسي، شكل الكاس زين، وظيفتها ميوكاس يعني سكريشن، وظيفتها سكريشن. هذه الكولومينر إبيثيليا، كولومينر إبيثيليا إلونجيتد والنيوكليوس قريب القاعدة أو بالسنتر، قريب السنتر بس تروح على القاعدة ممكن
قريب القاعدة. ليش؟ لأن superficial أو الأبيكال سيرفيس أوف ذي سيلز حاوي على secretory granules، ها حاوي على secretory granules، لأن وظيفتها secretion، وظيفتها secretion، هذا النوع الثالث من الخلايا. والأبيكال سيرفيس أوف ذا كولومينال سيلز، هذه الأبيكال سيلز حاوي على cytoplasmic process اللي هي السيليا. سيليا وظيفتها rid of the any particles or foreign body enter of the respiratory، وظيفتها حماية protect the respiratory، تحمي lung، تحمي respiratory أن يوصل لأي جسم غريب فيكون movement مالتها باتجاهها. فصار عندي السيدو ستريتفايد كولومينال سيل ليتد إبيثيليوم أو الرسبيراتري إبيثيليا إلى وظيفتها movement لأن تطرد أي جسم الأبيكال سيرفيس بي سيليا، يعني سبيشلايز ستركتشرز موجود بي اللي هو السيليا، تطرد أي جسم غريب فموفمنت. وسكريت، سكريت إفراز مادة المخاط اللي هي من الجوبلت سيلز، ماشي عيني؟ هذا الصورة كلش حلوة وواضحة أيضا حتى تشبع عينكم من الصور، حتى ترتاحون تشبع عينكم من الصور. هذه الجوبلت سيلز زين، ويا هذا كله منا إلى هنا، هاي سيدو ستركتشرز إبيثيليوم، سيدو ستراتفايد إبيثيليوم، أيضا تراكيا هنا، أيضا تراكيا أو تراكيا أو نوع ثاني ما أصور تراكيا، هي موجودة في أنواع أخرى غير الرسبيراتري، بس تشتهر أكثر بالرسبيراتري، بلي تشتهر ممكن تراكيا لأن هذا لمفاتيك سيستم هنا. ممكن تريكي لان هاي تريكي الجلاند، هاي تريكي الجلاند بالميكوزا تريكي لي جوا صارت. المهم انا اريدك تعرف لي هاي المنطقة، يعني يجي التأشير هنا، هنا التأشير، مو تأشر لي، ما أشر لك هنا، شعليك أشر لك هنا، فتقول لي هاي سيدو ستراتفايد إبيثيليوم، أقول لك another called، شنو الاسم الثاني؟ تقول لي respiratory إبيثيليوم. آخر سلايدين وأطلت عليكم، لكن للفائدة احنا حكينا قلنا بيزمنت ممبرين، أصلا الإبيثيليا قلنا هي يعني unicellular of the cells sharing in the same function all of these cells resting in the basement membrane. فلازم نعرف شنو basement membrane. The basement membrane يقول the internal and external surface of the body are lined by one or more layers of epithelial cells. These cells rest on the thin basement membrane which separates the epithelium from the underlying connective tissue. Okay, فهمنا الحكي شو يريد يعرف. In histological section stain with the hematoxylin eosin H and E, the basement membrane is often difficult to screen. يعني not appear, difficult to appear or disappear, but it is already shown by the periodic acid shift reagent PAS pass اللي هاي special stain، هاي HE routine stain راح اعطيكم اياها بالمحاضرة النظرية. pass special stain هي reaction and by electron microscope، يعني اشوفه تحت الالكترون مايكروسكوب. يعني شنو البيزمنت ممبرين؟ يقول هو عبارة عن غشاء رقيق تقعد عليه الإبيثيليال سيلز، هاي الإبيثيليا تنفصل separate from the underlying connective tissue اللي هو الconnective tissue، يعني نسيج آخر أو تشو آخر. لكن بالHE أنا ما أشوفها، أشوفها باستعمال صبغة خاصة يسموها الباس أو Periodic Shift Agent، هذه أشوفها أيضا يعطيني لون يعني purple، كلش dark purple، لون بنفسجي أكثر، أو بالإلكترون، أو أشوفها under the electron. under the electron اللي هو TEM تعرفه أنت، شاطر طلابي أنتوا شاطرين، تعرفه TEM علمتكم عليه بالكورس الأول، قلت لكم TEM مختصر للترانسميشن إلكترون مايكروسكوب. the basement membrane may be resolved into two structures nearest the epithelium basal pool is an electron dense. electron dense يظهر بلون الغامق dark 22 100 nanometer thickness
consist of network of fine fibril that comprise the basal lamina. Basal lamina. Beneath this layer is often a more diffuse and fibrous reticular lamina. يعني خصم الحكي ملخص الكلام هاي الصورة تبينه إلك تبينه سواء واحد يجي من الطلاب هم الوحيد يقول لي دكتورة هذا الحكي جو الصورة أحفظه أنا مو هيك شيء أريد منك أنا إيش أريد منك عيني أريدك تعرف لي شنو هذا اللي مؤشرته شنو هذا الخط المؤشر شنو هذا الخط المؤشر الاتش هاي أحد من عندكم يعرف هالاتش هاي الاتش الاتش هاي هيمو او هيمي ديسموس هيمي ديسموسومز هيمي ديسموسومز هاي مثل الدقم مثل الدقم هاي مثل الدقم تربط لك الليارات تربط لك الابيثيليوم بالكونكتيف تيشو لان الابيثيليوم هاي الفوق كلها هاي ابيثيليوم نوع من النسيج جوا underlining of this epithelium connective tissue بي blood vessels بي lymphatic vessels بي مكون من فايبرات يختلف عن هذا ما يتكون من سيال يتكون أكثر شيء من فايبر فهذه الابيثيليوم تستند resting on the basement membrane هذه basement membrane يفصل الابيثيليوم عن الكونكتيف تيشو اللي تحتها هذه الدقم اللي تشوفوها السود هاي هيميديسموسوم نوع من أنواع الارتباطات اللي موجودة بالأنسجة وين حكي وين أنا أريدك تعرفه أريدك تعرف لي هذا الخط اللي هو دارك لوسنت دارك دارك دينس دارك دينس أو يسموه دينس هل أشوفه شنو بالضبط الكترون دينس الكترون دينس أو دارك وعندنا لوسنت الدينس الغامق الدارك هذا الخط هذا الخط منين متكون هذا الخط هو البيزمنت ممبرين يجيك التأشير على هاي هسه احنا هذا الكورس نهتم بالصور زين لان الانسجه دراستها صور يعني هو اصلا معرفتها صور انا اريد تعرف تقرا لي صوره زين ماما فهذا ااشر لك على هذا اخلي لك بوينتر على هذا يعني راح استعمل تقول لي هذا اللون الاحمر اللي انا اشرته تقول لي هذا بيزمنت ممبرين مين يتكون من بي ال زين و ال ار ال البيزمنت ممبرين من بيزل لامينا بيزل لامينا اللي هي تكون لك الدارك اللي هي الفايبرال اللوليفات اللي تتحد وتسوي الجزء الغامق من البيزمنت ممبرين والال ار الجزء الثاني الال ار يعني هذا جزء وهذا جزء الريتيكولار لامينا الريتيكولار لامينا هي عبارة عن فايبرات متطشرة أو تنزل مثل الأصابع تنزل من البيزمنت ممبرين تثبتها بالكونكتيف تيشو صراحة سألك هنا أقول لك مين يتكون البيزمنت ممبرين تقول لي من بيزل لامينا زائد ريتيكولار لامينا بيزل لامينا نمبر 1 2 ريتيكولار لامينا شنو هو البيزمنت ممبرين يجيك التأشير هيك يجيك التأشير بهالطريقة وشكرا جزيلا وأتمنى أن أكون مفيدة لكم ولو أطلت لكن مهم خاصة المحاضرات الأولى طلاب شوية نطول وياكم حتى تتعلمون شلون تقرون السلايد بالسلايدات المقبلة بالمحاضرات السيشنات الثانية صير أقل يعني أسرع حركة إليك وأقل وقت إليك بسياريت تسمعوا وأريد أسئلتكم على الكلاس روم عن أي شيء أنتوا سمعتوا أو قريتوا عن هذه المحاضرة غير واضح وأيضا ممكن تسألون دكتور بشار عن محاضرته إذا أكو أي استفسار شكرا جزيلا لإصغائكم والاستماع.